احنا بقى في اجتماعات اللجنة كلمني عن المصانع يا سيادة السفير. فعلا احنا اولا حجم العلاقات والتبادل التجاري اللي هو يقع فعلا تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة حقق 30% زيادة في الربع الاول من هذا العام. جملة التبادل التجاري المصري مع ألمانيا 5.5 مليار يورو، يعني بنتكلم في حدود 6 مليار أو أكثر دولار. ففي تدفقات للمنتجات المصرية خصوصا مع برنامج الإصلاح وتعديل سعر الصرف، أصبح سعر المنتج المصري جاذب في السوق الألماني، فزيادة بنسبة 30%. صحيح الزيادة على الجانب الألماني أعلى طبعا، 48% زيادة للجانب الألماني، 32% والميزان التجاري ما بين البلدين كفيته راجحة ناحية ألمانيا، وده شيء منطقي وصحي. في النهاية هذا رابع اقتصاد على مستوى العالم والاقتصاد رقم واحد في أوروبا. بي أنا أقول لك كمان أن أنت دولة في معترك التنمية، بتؤسس طرق وبتحفر 9 أنفاق تحت قناة السويس بمعدات ألمانية، فمنطقي جدا أن أنت تكون بتستورد من ألمانيا المعدة. أنت النهاردة صحيح، لما تشوف حجم التبادل التجاري بينك وبين الصين بيميل يمكن 8-1 لصالح الصين، ما كانش 10-1، احنا 13 مليار، 3 مصري و10 صيني. ليه؟ لأنك أنت محتاج منتج يصنع لك، محتاج آلات، محتاج سيارات، محتاج قطع غيار، فأنت في مرحلة النمو مش ألمانيا. ألمانيا سوق ساتيوريتد زي ما بيقولوا، متشبع، مشبع بإنتاجه، حتى تلاقي معدل التنمية يتراوح ما بين 1-2، بينما أنت مثلا كنت 7.2. صحيح دلوقتي احنا 4، تلاقي دولة زي إثيوبيا كنا بنتكلم قبل البرنامج تزيد عن دبل ديجيت جروث، يعني 10-13%، لأن هي جافة، كل شيء جديد بالنسبة لها، الطرق جديدة، المستشفيات جديدة. أما مصر فهي دولة متوسط، اقتصاد متوسط.